My mommy told me that my birthday is the best day of the whole year. But now I'm second grade and I'm a big girl. Yeah. This just in, you were looking at a breaking news story to tell you about. I want to show you there. That is the World Trade Center, and we just got unconfirmed reports this morning. As we come on air, we have serious news of a major, very tragic freeway incredible plane crash into the World Trade Center. And I don't think my birthday is a super happy day anymore. Mama made Osama. واحد من صفي قال إنه بابيتي أسامة. إيمان، تقول لك شغلة. أديو. 1 2 3. Okay. There's something من زمان بدي أقول لك إياها. يعني اليوم اللي أنتي انخلقتي فيه كان يوم كتير حلو بالنسبة إلي. يعني أحلى يوم كل حياتي. بس في كتير ناس ما كان بالنسبة لهم أحلى يوم بحياتهم. كنت أقلك يعني عن هذا الموضوع من قبل، بس كنت حسك لسه صغيرة. بس هلأ you're turning almost 8 and I think it's time. Before you were born on that same day a couple years back صار في شغلة يعني كتير محزنة، إنه كان في ناس عم بيطيروا بالطيارة وهنن عم بيطيروا بالطيارة اجا شخص ويعني هو he took control of the plane بس by force. يعني هو فات عند وين البايلوت بيقعد وقعد بداله صار يسوق الطيارة. وبعد ما هو ركب وصار هو he's in control of the plane، بعدين
صارت الناس اللي على الطيارة كتير كانت خايفة وحاسة إنه في شيء غلط عم بيصير وكلهم يعني they're panicking. وبعدين صارت الطيارة تنزل أوطى 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 تنزل من السماء هيك هيك almost على الأرض, بس مو على الأرض. بعدين it crashed بس مو بالأرض, it crashed ببناية يعني a building in New York City. كان في جوا البناية ناس عم تشتغل, ناس working going to work, قاعدين على مكاتبهم. It's just their normal a normal day in their life. وفجأة بتفوت طيارة بالبناية وبعد فترة بتوع البناية, بعد a few minutes كلها بتوع. And it's really really tall building in New York. وكانت هاي البيلدينج كتير famous, في هيك two buildings جنب بعض. وأول بناية وقعت وماتت كتير ناس كانوا بالبناية وماتوا كل الناس اللي بالطيارة. وبعد بشوي بعد couple more minutes ردت فاتت طيارة تانية بالبناية اللي جنبها وكمان وقعت بناية تانية. And these بنايات had a lot of people in them, لأنه they were like more than 50 floors, like 100 floors. And you have to imagine على every floor like so many people were working, so you can imagine how many people يعني they got hurt وماتوا. Their families were so heartbroken. بعدين بالنيوز الناس كلها ما كانت بتعرف انه شو عم بيصير ومين هيك عم بيساوي و why is this happening, and everyone had a lot of questions. بعدين يعني they found out انه في a group, a Muslim group of people that said انه نحن مسلمين, we did this on purpose مشان ان نحن نقتل الناس اللي مو مسلمين. بس انتي بتعرفي انه نحن المسلمين انه this is wrong ونحن ما بنعمل هيك, انه يعني الله ما هيك قالنا نساوي. بس بكل دين في ناس بيعملوا شغلات صح وفي ناس بتعمل شغلات غلط. بس that doesn't mean انه كل المسلمين bad or كل المسلمين good. ومين طلع الرئيس تبع هاي الجروب؟ طلع اسمه أسامة بن لادن. فمشان هيك عاد البوي هو عم بيقول لك هاي الشغلة and it's very mean. بس هو عم بيقول لك انه انت ابوك اسمه أسامة لانه انت مسلمة. Okay, Emman, make a wish.